في محاولات حكومية لاستيعاب أعداد الطلبة في المناطق ذات الوفرة السكانية الكبيرة ومعاناة على مستوى الخدمات، افتتحت محافظة بغداد عددا من المدارس في أطراف العاصمة والتي تعد خطوة مهمة لقطاع التعليم في البلاد. مدارس ثنائية وثلاثية وربما تصل إلى رباعية في مبنى واحد تغص بطلابها في بلد كان أول من أرسى قواعد التعليم وأدرك أجداده الأوائل أهمية التنوير. في أطراف بغداد محاولات حكومية لتخفيف ذلك الزخم من خلال افتتاح عدد من المدارس لاستيعاب أعداد الطلبة في مناطق ذات وفرة سكانية كبيرة ومعاناة على مستوى الخدمات، لتشكل تلك المنشآت رافدا مهما لقطاع التعليم. سوف يتم افتتاح 4 مدارس نموذجية في منطقة الكفاءات العبيدي ضمن قاطع تربية أطراف شرق بغداد، وهناك مدارس أخرى سوف يتم افتتاحها في منطقة المعامل. وجود هذه المدارس وافتتاحها سوف يخفف الزخم الذي موجود في باقي المدارس من الدوام الثلاثي وكثافة الطلبة في الصفوف. بغداد وحدها بحاجة إلى أكثر من 500 مدرسة للنهوض بواقعها التعليمي، لكن صعوبات التخصيصات المالية والمشاريع المتلكئة وصعوبة الحصول على أراضي للبناء خصوصا في مراكزها المزدحمة فأقم من تحديات إنجاز تلك المشاريع. في بغداد تقريبا 4 إلى 5 مدارس أسبوعيا احنا نفتتح من ضمن 105 مدرسة. عندنا أيضا إحالات سابقة أكثر من 50 مدرسة، وعندنا إحالات لاحقة أيضا حمدي نحيل مدارس أخرى. بغداد تحتاج العدد كبير من المدارس لمواكبة وللحوق بعدد السكاني المتزايد. الأمانة عامة الوزراء الآن عندها خطة لإضافة مدارس في عموم عراقها الألف مدرسة، لربما حصة بغداد تصل إلى 300، ولكن ليست المشكلة في البناء أو مشكلة في تخصيصات مالية، المشكلة الحقيقية في الأرض الموجودة عندنا مشكلة، لأن كثير من الأراضي تم استغلالها وكثير من الأراضي متجاوز عليها. التجاوزات سواء بأن الأهالي سواء طبعا هي تترخص بمولدة مولدة أو موكب أو محل إلى آخره، هذا بالإضافة أنه يكون الموقع مستغل من قبل، يعني خلينا نقول يعني يكون عفوا مستنخة أو مكان للأزبال، هذا كل شيء أذينا أولا بتنظيفه، ثانيا بتحريات التربة والمعالجة، نضطر مرات نستبدل الموقع. عملية الاستبداد قلنا جدا جدا صعبة بوزارة التخطيط، تستغرق تقريبا 2 أو 3. أعداد سكانية متزايدة وإهمال حكومي يرافقها حتى بات التعليم يتراقص على حافة الانهيار، زادت رياح كورونا من أرجحته لتأتي مشاريع إنشاء المدارس كخطوة مهمة تخطوها العاصمة بغداد بانتظار مزيد منها وانتظار شغر تلك المدارس من قبل طلابها بعد عودة الحياة الطبيعية وانتهاء الوباء العالمي. من بغداد علي أسد، قناة الرشيد.